وعلى صعيد آخر بتواصل الحكومة المصرية جهودها لانطلاق بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 اللي هتنطلق إن شاء الله يوم الأربعاء الجاي. طبعا هدف مصر الخروج بهذه البطولة بصورة تبهر العالم مع ضرورة أكيد الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا، وبطبيعة الحال عدم التهاون في تطبيقها بكل حزم للحفاظ على جميع المشاركين في هذا الحدث الرياضي المهم. طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بيتابع تفاصيل الترتيبات والاستعدادات للبطولة أولا بأول، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعمل على خروج البطولة بصورة حضارية تليق بمصر. كمان أقول لحضراتكم في أجواء الاستعدادات النهاردة هتبدأ الفرق في الوصول، وطبعا في ظل تنسيق مستمر بين كافة الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق هنا بالترتيبات اللوجستية وطبعا وغيرها. امبارح خلال اجتماع اللجنة العليا بقى للبطولة تم الاتفاق على الآتي: أن تكون جميع مباريات البطولة بدون جماهير، تاني بدون جماهير، احنا كنا قلنا قبل كده النسبة 30% بعد كده بقت 20%، دلوقتي بدون جماهير، وده طبعا ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية اللي بتتخذها الدولة للتصدي لفيروس كورونا. وإن شاء الله زي ما بنقول بطولة تخرج يعني بصورة حضارية مشرفة لمصر أمام العالم. ولكن خلونا ناخد مزيد من التفاصيل. معانا المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد. يا باشمهندس صباح الخير على حضرتك في البداية يا فندم. باشمهندس هشام، طيب باشمهندس هشام حضرتك سمعنا؟ صباح الخير. طيب هنحاول نرجع لباشمهندس هشام مره ثانيه، لكن زي ما قلت لحضراتكم ده الجديد في هذا الملف. دلوقتي احنا بنتحدث ان هذه البطوله مش هيكون فيها جمهور، البعض برضو خرج وقال ان هيكون فيها تغطيه اعلاميه محليه وعالميه، والبعض قال لا مش هيكون فيها حتى تغطيه اعلاميه، هيكون بعض الاعلاميين بس اللي هيكونوا موجودين. على كل حال نحاول نوصل مره ثانيه للباشمهندس هشام عشان نقدر نعرف بالظبط الوضع هيكون ازاي. بس يعني طبعا هو اكيد التفصيله دي في منتهى الاهميه وفي منتهى الامان بالنسبه لكل الناس طبعا، عشان مش محتاجين نتكلم بقى في التفاصيل. فكره ان البطوله بهذا الحجم ما بيكونش ليها جماهير برضو هيبقى لها انعكاس سلبي الى حد كبير اكيد على الفريق، على منتخبنا احنا. احنا فقدنا بكده قوه ضاربه، فقدنا جزء كبير من عنصر الحيويه والحافز اللي هيكون عند اللعيبه، فطبعا التحدي بالشكل ده هيكون اكبر بالنسبه للاعبين، ولكن هم قدها وقدوها. التليفون رجع، اتفضلي معاك. نتمنى باشمهندس هشام حضرتك معانا. اهلا وسهلا حضرتك. اهلا بيك يا فندم، اهلا صباح الخير. محتاجين بس نعرف من حضرتك طبعا يعني القرارات الاخيره بخصوص هنا الحضور، وفي نفس الوقت بخصوص التغطيه الاعلاميه، يعني البعض بيرى ان دي حدث عالمي كبير جدا، فمحتاج يكون في تغطيه كمان عالميه علشان نقدر ان احنا نوصل الصوره للعالم كله، فخلينا نفهم من حضرتك اكتر يا باشمهندس، اتفضل. طبعا حضراتكم عارفين ان البطوله دي بطوله استثنائيه. صحيح. طول عمر البطولات العالميه بيبقى المقياس بتاعها مقياس اقتصادي وفني وتنظيمي. المقياس في البطوله دي اصبح مختلف شويه، بيجي قبل كل اللي انا قلته ده المقياس الصحي. اهم حاجه في البطوله دي عشان تعدي بسلام صحه اللاعبين وصحه المتفرجين او الناس اللي حوالين البطولة. لو المقياس ده نجح هنعتبر ان كل المقاييس اللي بعديها نجحت بالتأكيد. احنا طبعا انا هتكلم بصفتين، مثلا كرئيس اتحاد مصر كرة اليد كنت اتمنى ان يكون الحضور الجماهيري ده بنسبة 100%. حضراتكم عارفين كويس جدا ان الحضور الجماهيري ده مع المنتخبات اصحاب الارض بيفرق قد ايه. صحيح. يعني مع كل مباراة وكل طموح اكيد الجمهور بيفرق جدا، لكن كرئيس لجنة تنظيمية اكيد نجاح البطولة وصحة اللاعبين وصحة الانسان بصفة عامة هي اهم. احنا حتى تدرجنا في النزول لنسبة الحضور الجماهيري من 50% ل 30% ل 20% لحد ما حصل توصية من الاتحاد الدولي بناء على رغبة رابطة اتحاد المحترفين في أوروبا إن يعني طالما هننفذ نظام البابل يبقى يستحسن بدون حضور جماهيري خالص لعدم وضع أي نسبة انتقال عدوى. فطبعا في اجتماع الأمس مع معالي رئيس الوزراء السيفتي أهم،
يعني لو احنا قلنا لا في حضور جماهيري ولا قدر الله حصل حاجة اكيد هيبقى اللوم كبير والناس هتقول صحيح. احنا قلنا لكم ان مفيش طبعا. طيب ده بالنسبه للحضور يا فندم، خلينا نروح للتغطيه بقى الاعلاميه، لان ده برضو شق مهم جدا زي ما حضرتك ذكرت. هل هيكون في تغطيه اعلاميه كمان دوليه ولا الوضع هيبقى ازاي؟ اوريدي في صحفيين وقنوات تلفزيونيه، يعني في تلفزيون كرواتيا وتلفزيون الدنمارك وصلوا اوريدي وهيغطوا البطوله من ملاعب المجموعات بتاعتها. زائد حضرتك عارفه ان شركه برزنتيشن اشترت حقوق البث التلفزيوني وهتذاع على القنوات الفضائيه لاون سبورت، وفي قناه جديده اللي هي اون سبورت 3. ده بالنسبه للنقل التلفزيوني واذاعه التلفزيون. التغطيه الاعلاميه من داخل الملعب، في برضه صحفيين سواء اجانب سواء مصريين دخلوا في نظام البابل او الفقاعه ديت علشان يحضروا البطوله وينقلوا كواليسها من جوه الفنادق ومن جوه الملاعب، بالاضافه ان هيتم دعوه بعض الصحفيين او الاعلاميين للحضور في المدرجات بعيدا عن اللاعبين وبعيدا عن التعامل معاهم عشان يغطوا البطوله من الملعب. اعتقد يا باشمهندس يعني محتاجين بس نقف للحظات عشان الكلمه دي اتكررت مرتين في سياق اجابه حضرتك، ومحتاجين نفهمها للناس اكتر. نظام البابل او الفقاعه الطبيه باختصار شديد هو عباره عن ايه؟ للتوضيح بس. هو تتلخص في عزل اللاعبين ومن مش عايز اقول بيخدمهم او بيتعامل معاهم في عدم التعامل مع اي حد بره هذه المجموعه. بمعنى في الاوتيل هيقيم فيه الفرق والاداريين بتوعهم، وحتى القائمين على خدمتهم في الاوتيل من ترتيب غرف من اكل في مطاعم او كل الناس دي هتقيم في اوتيل، وممنوع دخول اي نزلاء او ناس اخرى داخل هذا الفندق. تمام. بيركبوا اتوبيسات، حتى السواق بتاع الاتوبيس برضه معزول معاهم، بينتقلوا يروح الملعب في منطقه مسمينها الريد زون. المنطقه دي بتتعقم يوميا، واللعيبه بيروحوا التدريب او المباراه يأدوا المباراه والتدريب وبدون ما حد يتعامل معاهم خارجي الا المجموعه اللي معاهم. تمام. كل فريق معاه الطاقم الطبي بتاعه هو، والدوله المصريه وفرت طبيب مصري مقيم معاهم متخصص في الكوفيد. بالاضافه ان كل اوتيل فيه حوالي 8 غرف عزل عشان لا قدر الله لو حد اتعدى او حاجه يبقى جاهزين. في غرف اشعه، في معامل مركزيه في كل اوتيل. هي اكنك حطاهم جوه حاجه كده محيطه بيهم. هي اسم يعني على مسمى بابل كده قافلين عليهم يعني. بابل بالظبط. طيب انا عندي بالزبط. نقطه اخيره بس يا باشمهندس هشام لو تسمح لي، بما ان احنا بنتكلم برضو عن حدث عالمي ومهم جدا ان احنا نروج للسياحه في مصر ونظهر للعالم كله قيمه هذه البطوله وان مصر قادره واحنا مش محتاجين نثبت لكن محتاجين نروج، فهل في مثلا نقدر نقول استخدام للسوشيال ميديا؟ هل في هاشتاج هيكون للبطوله دي كل اللعيبه بالفرق المختلفه تحط الهاشتاج ده فالموضوع يبقى فيه انتشار كبير عالمي؟ في ويب سايت مثلا نقدر نقول للبطوله الناس ممكن تتفرج على تبقى لايف ستريمينج؟ يعني الافكار دي هل طرحت؟ اوريدي كل ده موجود اوريدي على الانستجرام والتيك توك والفيسبوك وكل الحاجات ديت موجود اوريدي، متابعه لكاس العالم اكيد بتنشط مع اثناء البطوله. طيب شكرا لحضرتك جدا باشمهندس هشام نصر رئيس اللجنه المناضبه لبطوله العالم لكره اليد. ويمكن اجراءات احترازيه تزعل البعض، الناس كتير كانت حابه انها تحضر، لكن احنا بنتكلم السلامه اولا زي ما كمان باشمهندس هشام اكد ده، واكيد ده توجه كمان الدوله المصريه. ولكن انا هرجع تاني نقطه السوشيال ميديا، انا شايفه ان هي ممكن تكون يعني تستخدم بشكل او تساعد او تخدم في البطوله دي بشكل كبير جدا، كمان لو كان في هاشتاج. يعني انا مش عارفه بصراحه في هاشتاج ولا لا، بس اكيد هتلاقي النوع ده لازم. اصل خلي بالك من حاجه، خلاص دلوقتي بقت هي السبيل الاكبر والاهم بالزبط. الى جانب طبعا التغطيات التلفزيونيه واستوديو التحليل الى اخره، ولكن خلاص بقى انت مش يعني احنا وصلنا للمرحله بتاعت ان السوشيال ميديا بقت معانا كل الاحوال، وخصوصا طبعا لما نكون بنتكلم على فعاليات مهمه وكبيره زي مونديال اليد مصر 2021. طيب